الاول ونبدا كده من اول ما رحت النادي الاهلي، ايه وقتها كان احساسك ايه كده وانت بتلعب في النادي الاهلي وانت قلت انه كان حلم ليك طبعا؟ اه طبعا. بصي يا ساره، انا افتكر كنت انا وابويا لما رحنا مضينا في النادي الاهلي كان 96 97، احنا انا كنت صغير فابويا اللي كان بيحكي لي يعني. فلما مضيت في النادي الاهلي احنا واحنا خارجين من البوابه احنا توهنا. ابويا قال لي انا من الفرحه بتاعتي بقالي قعدنا ساعه تايهين جوه النادي الاهلي في مدينه نصر. فكان حلم كبير جدا وقتها، انا كنت صغير يعني، فلو كنت كبير كان هيبقى عندي رهبه كبيره جدا طبعا. اي حد يتمنى اللي هو يمشي جنب السور بتاع النادي يعني. لسه كنت بتقولي يا كابتن انه قد ايه اي حد يفكر يسيب النادي الاهلي يبقى غلطان، وان انت دلوقتي اكتر فترة بتفتخر بيها وبتبقى مبسوط بيها هي فترة وجودك في النادي الاهلي.